مساء الخير، كنشكر قناة شوف تي في. الأداء كان اليوم زوين، بروميير ميطون كانوا شوية كان الريتم طايح شوية، ولكن في الدوزيام ميطون فرحونا، وهذا الشيء اللي كنا كنتمناو، هذا هو المنتخب اللي كنا كنتمناو نشوفوه من شحال هذه. الحمد لله بفضل كيرجع الله سبحانه وتعالى هو الأول، وكيرجع السي وليد الركراكي والوليدات اللي معاه إن شاء الله. كنتمناو واخا كاينين بعض العراقيل، ولكن كنتمناو غتكون شي حاجه ان شاء الله مع الجهود اللي كيكتشفوا الدراري واللي كيديروا. كان عندنا غير تساؤل على ابونو اللي كان بان لينا كان في النشيد الوطني وكان في التشكيله الرسميه، وكان تغيير حتى لاخر لحظه. كنظن ان كاين شي وعكه صحيه، وكنتمناو ليه الشفاء العاجل باش يكون معنا ان شاء الله. ليكيب ديال شوف تي في ايكيب سوبر كامله نشاط، تبارك الله عليك على الكاميرامان وعلى الدراري اللي كانوا معنا كاملين، تبارك الله كان داك الشيء في المستوى، ضحكنا نشطنا وفرحنا الحمد لله، فرحنا المنتخب الحمد لله. شكرا. نشكروا شوف تي في على الحضور بعدا وعلى الماتش. كان الحمد لله المنتخب الوطني في واحد النتيجه اللي مزيانه، والحمد لله اللعابه بينوا على شويه ديال اللعب. وبالنسبه للبروميير ميطا كان شويه النقص في الهجوم وشويه في وسط الميدان، والحمد لله في دوزيام ميطا راه بان التغيير من خلال الصابيري، من خلال حمد الله كان شويه تغيير الحمد لله، وداك الشيء اللي بغينا حتى حنا. المهم هو الرباح وهذا الشيء اللي كاين. بالنسبه للاعبين راه كاين شويه روح قتاليه، هو كاين شويه اللاعبين عندهم اصابات، كاين هادشي تنحاولوا الحمد لله من الماتشات الجاي يكون الحمد لله تحسن. وشوف تي في والقناة راه الحمد لله راه كاين نشاط من خلال الدراري ديال الطاقم، والحمد لله راه دازت كلشي زوين، والحمد لله تنبغيو المنتخب يدوز النهائي وندو الكاس ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.